أنا مدرس تحفيظ في أحد المفاذل وأجمع من الطلبة رسومات اشتراكية ومعلمهم بأن راتبي منها وكذلك للجوائز ولتصوير بعض الأوراق فهل يجوز لي أن آخذ منها راتبا علما بأنني لا أستلم من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم أي مبلغ؟ الأولى والأحسن لك أن تتصل بالجمعية وأن ترتبط بها لأنها جمعية منظمة ولها منهج ولها نظام وتدفع للمدرسين الرواتب وهذا فيه تعاون على البر والتقوى. أما ما ذكرته من أنك تجمع من الطلاب تبرعات وتأخذ راتبك منها وتأخذ أيضا ما يحتاج إليه العمل من تصوير أوراق وغير ذلك فهذا لا بأس به لأن هذا عرضا من المتبرعين ولأنه يجوز لمدرس القرآن أن يأخذ في مقابل عمله أجرا من أجل أن يتفرغ لهذا العمل يكون ما يأخذه يعينه على نفقاته وما يحتاجه حتى يتفرغ. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ولا سيما إذا كان المدرس منقطعا للتدريس وليس له دخل إلا هذا فلا بأس بأخذه حينئذ لأنه إعانة على الخير ولأنه لو لم يأخذ لم يتفرع للتدريس فيتعطل هذا الجانب المهم ولكن الأفضل كما ذكرنا أن يرتبط بجماعة تحفيظ القرآن لأنها تكفيه كثيرا من المؤن وأيضا لها منهج محدد يسير عليه المدرس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.